عندنا قاعدة نستند إليها في تصريحات شبه كده لمدربين في أوروبا، هل دي مدرسة معينة ولا ده خطأ جسيم؟ عندي نفس الشخص بنفس كل حاجة، ممكن تبقى الملابسات مختلفة بس هو نفس الشخص. فأول ما استبعد كهربا لو تفتكر قبل مين؟ التوقف اللي فات، مارسيل كولر، آه التوقف اللي قبله لما مودست ابتدى يشارك أساسي في ماتشات أفريقيا. بيتكلم قال إن هو رقم ثلاثة، بس المشكلة دي مش تسليمة. بالعكس، ده كان بيحميه، ده كان حماية بيحمسه للفرقة وحمسه. وحماية لكل الناس، كل الناس كانت عارفة هو كهربا مش موجود ليه مع الفرقة، صح؟ بالظبط. والخبر طلع لكل الناس، مارسيل كولر طلع عليه استبعاد فني، مفيش أي حاجة تانية، بس كان صح؟ بيستنفر روح اللعيب. لا بس دي كانت حمايه، انا بالظبط. مش انت هقول تقصد ان هو المعلومه عمل العكس يعني؟ بالظبط كده. يعني هو، لا انا ما قصدتش كده، ما تاخدش بالك من سؤالي. انا بقول هل احنا عندنا مدرسه اوروبيه ما بتقول ان انا ممكن في وقت من الاوقات اعمل زي ما عملت النهارده، ابيع كده اللعيب او اللعيبه؟ هي مدرسه برتغاليه شفتها اكتر كتير. جوزيه مورينيو في اخر فترته مع تشيلسي في الولايه الثانيه، لما حس ان في نوع من التآمر عليه من اللعيبه، قال في لعيبه. طيب هل اللي يقصده كولر لعيب او اتنين؟ لعيب او اتنين فقط لعيب اعتقد، او هو اتنين. خصوصا ان هو يعني قال على التغييرات، قال على التغييرات قال من على بعد التغييرات، لان التغييرات انت لو بتتكلم على هو واحد وضح بالظبط. وضح. لو هو مين اللي نزل في اخر تغيير؟ كان اكرم، لا نزل احمد احمد عبد عبد القادر. يا جماعه القادر، التغييرات بالظبط لا كانت مين؟ اسامه ابو اخر علي. اسامه ابو علي، ما اعتقدش ان هو ممكن يكون بيتكلم على اسامه ابو علي تماما، لان اسامه ابو علي اصلا مصاب بقاله وعمرو فتره، السوليه وعمرو السوليه، وفي الاخر هو احمد عبد القادر. بس انا بقول ليه احمد عبد القادر برضه، يعني ده افتراض مني، لان احمد عبد القادر في بقاله ظل علاقة فتره متوترة كده بالظبط، كده علاقه بينهم من متوتره بعض. بقى فتره، ومن ساعه القصه اللي حصلت في ماتش الهلال، اصل دي رضا لا سليم ده وأسامة تغيير أبو كان علي بدري ثم شويه. بعديه عمرو